Sheikh Abdul Ghani Farah Mursal is going to give us a talk to introduce the program, inshallah. فليتفضل المشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وحال إسكون معاوة مناسبة قالقة لو كرامين هيو أشراف الناس دتك كوا أبو شرف تبضن حملة القرآن بان إسكون مي وحفلة لو كرامين هيو أرضي ذي القرآن كحفظي سي دار القرآن مسجد الحكمة وحا حفلة المانتا لو عقدي أرضيدا كلاء عبد الله أحمد شيري يا محمد عبد الله حسن يا أسامة عبد الرزاق محمود يا منى إبراهيم سليمان يا فاطمة عمر عيسى يا نائلة عبد الرزاق محمود أرضيدا سوكمدا طلاب تدار القرآن وإلهي سبحانه وتعالى وكما نيستي كتاب إلهي إني حفظيان ويأخريان ويكوض البحان إلهي ومهاتس كلا إلهي ويسري وحن لأن هاي الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إلهي ومهارتي فضلك إحسانك يتوفيق سكس كلا وحن آدي آد سنوين هيا ولا لها والدك رقي دمر ولال قبضاء جميعا أرضيدا يوالدك كسو قيب كلي حفلة لو كرامين هيو أرضيدي قرآنك كريمك لميسي وحان الله هي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وحان إلهي سبحانه وتعالى وجسننا إن عمل كاسكدو عمل إلهي سبحانه وتعالى وأقبله وإسقى وجيسه لو دونا هيو إلهينا أولادنا قرآن كحفظي سي إلهي سبحانه وتعالى إنه أجر يا ثواب إلهي كسيو درجة دونا إلهي سبحانه وتعالى وكر أقاده قرآن كي حفظيين إلهي وكحفظيو إلهي سبحانه وتعالى إنه كدقو كوي رسوله صلى الله عليه وسلم ويري خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلهي سبحانه وتعالى كدهو فضل قرآنك يا مكانة أولايهي إخواني وحل كوبك رماءها برشديسة يكو عمل فالكيسة يلا درس كيسة يا مدارسين كتابك إلهي وحادي هادي آن قيام بضوي بل إلهي سبحانه وتعالى وحوكوك تلمامي الضوم ذا إسابه جعليهي علماء ذا مصلحين تأه ربانيين تأه شقد أبوه الرئيس القبطان إن يتهي وحي الله سبحانه وتعالى إن يبرتان وضدك أي بران في سورة آل عمران إلهي وحاوليه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هذا ربانيين برشد كتابك إلهي أدبرنيسان يبرد ضدك أدبرنيسان يحفظين تأد حفظينيسان درتد مرك إلهي سبحانه وتعالى أولاد إنها حفظيو خيرها الله حفظيو أسرك إكسوا بحين أرضي بضن وطلابة أو قرآن كهرو حفظ سنة ويجران كوا حفظين دوانا ويجران كوا ولي أن حفظين الله ويسره كوا يهرئ حفظيين إلهي حفظي قرآنك إلهي سبحانه وتعالى أسرقو إلهي سبحانه وتعالى ضمان وافجي طريقة ونكسن ما أردتي بدبال الكجرسو أدون يا آخره ساسو كلا ما أنت أنا وهالك إسكوني مي أورنتي أحد وفر حسن هدانا أرضي دار القرآن هدان هدي معرفتي معلمين تأيين هدي والدك ولشي قبله لما الحمد لله ما أنت أسرة الحكمة وأنت ولو ذا جوايا وهو حوين وأدو خير بضل وأن آدي 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 أحد وفر حسن الحمد لله وصلى الله سبحانه وتعالى يتم علينا نعمته إلى النعمة سائل وتامير شيء قال يا أوام حي إنسوني مي وقرآنك ما أنت وحيك صوب بيران
ويلشاد أركيسان بارك الله فيهم وما شاء الله تبارك الله وسامع عبد الرزاق محمود يا عبد الله أحمد شيري يو ماركتي محمد عبد الله حسن يعني أرضي حفاظ هاي قائمة ماركتي حفاظ كتاب الله بقصو بيرة دار القرآن مسجد الحكمة قرشين نوحوها سنة كان هدي نوصو حدا الوضو كوني أفري توانكا إنا نوصو بحان طبان حفاظة سنة كان كلية الوضو كوني أفري توانكا هدى ما أنت وحاكو جرنا ديسمبر باكو جرنا أرضي القرآن كحفظي السي سنة كان هدى بشان يقدم بيسو دوكسي كان قرآن كحفظي وحاويان والحي طبان أرضي وان سنة كان 2014 كلية وحا يعني شهادو يكودي إجازو يكودي قدومي ee xufaada noqday waxa weey 16 waay weey marka 10 ba target keenu aha ilaahay subhanahu wa ta'ala wa hawna si walahu alhamdu wal minna subhanahu wa ta'ala sala marka wuxuu nasiye 16 ba ilaahay nagaarsi marka mu'addalka muxuu noqonayaa 16 bil walba maxay noo soo baxay bil walba ugu yaraan waxa way hal mahal hal haafil waay laba iyo toban bilood hal wali waxaan dheernahay markaas ilaa 4 ba dheernahay markaa 4 ba si ziyadana marka bil walba xafid uu noo soo baxay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iskale ikhwani cilmi aan leenahay ma aha khibrad aan leenahay ma aha ilaahay inama fidnayo marka hada fadlullah subhanahu wa ta'ala maanta waxaan joognaa maidadii lagu karaameyn lahaa ardayda xufaada ahay ee munaasabadka noocan oo kale ma aragtay sidii loo bahalkeyn lahaa waad arkaysaan maanta xafladeenii daarul quraan inta soo socon jirtay hawsheedii iyo maamulkeedii iyo diyaarinteedii waxaan la wareegay ardaydeena xafaad ahayd baa la wareegay iyaga maaragtay hadlahay iyaga ka hadlahay wixii fadli iyo khayr inaan intaan maanta hadlamo ahayn waaban yara talaaraxay marka khayr allah idin siiyo iyagaan u soo celinayaa meega insha allah oo barnaamijkii inuu sii daadihin doona wa jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu a'uudhu billahi min ash-shaytaanir rajiim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وبارك الله فيك أسامة May Allah accept that recitation from you and your completion of the Quran Next up I would like to call Muhammad Dayah to recite his portion of the Quran inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخيرته أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات الحف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكله أيانكم أهدنا إلهي سبحانه وتعالى حفلة دان قيمها بدن والدين تان جهد دا بدن قيستي المهودي كد دالي إني مسجد الحكمة ودار القرآن أي هرئي هبين لجوغان شيخ جزاه الله خيرا وحفظه الله جهد دا بدن أو قليي إلهي سبحانه وتعالى ما حد يسأي فضل قيسي كل عضي وقوي أمريكا وإخواني مشر الجو ماشان معها صوماليا معها عربتا أفريكا ذا كلام معها ووقوية أمريكا ونموذج ويتصالوي أولي بآدي آد داتكو كنت أي سليهين حفاظ نوعاسة إلهي كتاب كيسي حنبارسا وهذا نطلق الوجه إيا إنفارمت تيغا معاتا لغن نولي حي بدح ذا ذفيري قرقا ذا كبودة كان ميدكتا ذفيري هرتا ذفيري قداشا ذفيري يعني دادك الدرس كقوله فيري بناك أصبح يحفادك أصبح يس تورنتو والله دكم مسكح أنت كلها وأنا مرك عن حبوب ومرك فكرنا إلا إلهي عقل الإنسان كوفي أسي أفلا تعقلون أفلا تذكرون أفلا تشكرون قرآن كتب إلهي سبحانه وتعالى إنسان كابن آدم كعقل وحو إلهي أسي سبحانه وتعالى إنه عقل جيسا حكميه ku xisaabtamo qofka caaqilka ah oo qofka naftiisa xisaabiyo aakhirana u geysa amaashisa. Marka dawad garanaysan xadiiskii Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri todobada Ilaahay uu hareynayo harka uusan jirin maalin oo har jirin harka Ilaahay maana waxa kamid ah wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel waxaa la rabaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaa ugu dhawaana amaasha iyada. Marka والدينتا وحلينا هنيئا لكم معلمك يا شيخ جزاه الله خيرا وإجازتنا بحندونا أرددنا جهد بدل الله صغرين وحلينا حفظك الله يا شيخنا إلهي يكون بركة يا ذي أولاد ذي أهل كاقة ضدك مسلمين تا رواد خير كان جعل يوناقا وحلينا إلهي سبحانه وتعالى أذن كان جزاكم الله خيرا إنا هذا القصير لأرى هذا مرة ولأن فرحد أن عبر أيو يوح قلبي وكجر أنت آبي أويهن حفلة واد أكتهين أوي باقتي واد قرن إيسان أصبابتي وباقتي الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر عبد المالك واكن هذا عبد العزيز لا أكفر ليو فرحات بينوتا هي صغو سعضة إلهي عافي مات كيسي وسوع علي فضل إلهي وي سبحانه وتعالى الحمد لله مركبة
إخواني دار القرآن ومسجد الحكمة وحبذا وماشان لوسو كوبي كرنا خيرادة أي أن نحن يكو أرغني كنا صعدة وحلنا جزاكم الله خيرا دادك حضور كأه انت أصلا وركي كسو كوبي وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Next, I would like to ask Naila to begin her Quran. But before we start with that, I would like to just thank you again for everyone for participating in this ceremony, in this khair, in this da'wah. Inshallah, may Allah accept it from everyone and put it on their mizan of hasanat. If you come with the right intention, you will get rewarded for it, inshallah. Yani, being here with your presence, yani your presence, supporting us with your presence, being here. The Muslims are people, they help, they support each other. They help each other. They love each other. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah describes the Muslims as brothers. The Muslims are brothers. And this is also one of the foundations this message is built upon, Darul Quran is built upon. I'll give you a small example. Recently, unfortunately, our beloved brother, Abdul Malik, he got into an accident, Qadrullah, وَمَا شَاءَ فَعَلْ إِنْشَاءَ May Allah make it tuhur for him, inshallah, and forgiveness for his sins. He got into an accident, so we went to the hospital. I remember I went to the hospital, and I knew where he was in the hospital. But if I didn't know where he was, I would still, yani, I would know where he would be without anybody telling me. Because of all the Muslims there, you see all these Muslims standing there, all these women standing there with jilbabs, yani, you know that there's Abdul Malik is on this floor, he's in one of the rooms. So, yani, subhanAllah, the kuffar, yani, the non-Muslims, they were saying, yani, what is this? What is going on here? Even some Muslims who were in the hospital, the people who were visiting them were saying, Ani, what's going on? SubhanAllah. They said, they're wondering, they asked one of us, is there a sheikh in here? What is going on? Yani, a famous sheikh or something inside of here? What's going on? So SubhanAllah, this is one of the foundations message is built upon. Every day, I can promise you that there is at least two or three people from this masjid with Abdul Malik until he recovered. Like, may Allah accept it from them. Yani, it's important to be yani, to be together, to be from together. So I just wanted to share that beneficial beneficial talk, inshallah ta'ala. Next, I would like to call Naila to give to read, recite the Quran, inshallah. Fadal Naila. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جزاك الله خيرا نائلة عبد الرزاق. Next I would like to call Muna Suleiman, Muna Ibrahim Suleiman to recite some verse from the Quran too. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Next I would like to call فاطمة عيسى to recite some verses from the Quran also. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك
بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Okay, so next I would like to call Mohammed Dayah, inshallah, to offer his khutbah, inshallah. الحمد لله الحمد لله على الإسلام والسنة والعافية، فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما مبني على هذه الأركان الثلاثة، وما اجتمعنا في عبد بوصف الكمال إلا وقد كملت نعمة الله عليه، وإلا فنصيبه من نعمة الله بحسب نصيبه منها. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشايخي وأساتذتي، طلاب وطالبات دار القرآن ومسجد الحكمة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعمل بما فيه وتحسين صوته عند قراءته. قال الفضيل بن العياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو، تعظيما لحق القرآن. فيا أمة التوحيد، هذا كتابكم فلا تتركوه للعدا أو يرى الهجر، وما دمتم مستمسكين بحبله فلن يدرك الأعداء في كيدهم نصرا. فيا رب ألهمنا السداد بحفظه، ويسر لنا مما نخاف به العسرى، ووفق شباب المسلمين لنهجه، عسانا نعيد المجد والسيرة الغرى، ونبني على ضوء الكتاب حياتنا فنملك فيه العز والغاية الكبرى. فيا ربي يا رحمن، نرجوك رحمة وعزا بدنيانا وعفوك في الأخرى. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فمن كان يرجو أن يفوز بجنة فجنته في فهمه إذ يرتل، وعش في ظلال الذكر تحت لوائه، ملاذ لنا في النائبات ومعقل. تباركت يا رب لك الملك كله، فما شئت يا مولاي في الملك تفعل. أعنا على حفظ الكتاب وفهمه، فإياك نستهدي وإياك نسأل، فإياك نستهدي وإياك نسأل. إخوة الإيمان، نعم قد اشتفيت من معرفة فضل هذا الكتاب الرباني وأنه الطريق الوحيد للسعادة في الدارين، لكن نفث الشيطان في روعي أني لا أضيق جمعه في صدري، وأن حفظه صعب وطويل، كف عنك هذه الأباطيل واستمع إلى ما جاء في التنزيل. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ميسر حفظه والله يسره، يسري إلى القلب والألباب يجتذب، ينال قارئه من جود قائله، والخير من فيض جود الله منسكب. الحرف أجرته عشر يضاعفها، رب كريم عن الأبصار محتجب. آياته نسخت ما كان من كتب، فحكمه ذاهب في الناس ما ذهبوا. إخوة الإيمان، العلم أجل الفضائل وأشرف المزايا وأعز ما يتحلى به الإنسان، فهو أساس الحضارة ومصدر أمجاد الأمم وعنوان سموها وتفوقها في الحياة، ورائدها إلى السعادة الأبدية وشرف الدارين. والعلماء هم ورثة الأنبياء وخزان العلم ودعاة الحق وأنصار الدين، يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته
يوجهونهم إلى وجهة الخير والصلاح. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير خطيب مسجد الحكمة محمد عبد الله، جزاك الله خير. ما شاء الله، say ما شاء الله guys. ما شاء الله. Next we're gonna have a reminder Sheikh Abdul Khalik is gonna talk to us and give us a reminder about the Quran inshallah. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفلة دان قروح بضن والله صوم مع موسي ولو شرفيه حفاظ كتاب الله وحفلاتك هو وفي عن وشرف فضن محايا إلى الله سبحانه وتعالى حفاظ وكرامي وشرفي النبي صلى الله عليه وسلم سنو الشيغي قفك حافظك وقرآنك آت ويقان إلو لم يديهي ملائكة الله أكتسى شوكته الملائكة الكرام البررة قل لي أسئي ليهم وحان مركز الحكمة يا شيخ عبد الغني خير الله سيو جهدك يا دلالك وكب حيي إنه صار صاره دلير حفاظه أو قرآنك حفظا تاسنا وحفظت من فضل إلهي كبعدنا دلالك يا جهدك وقري كنت وحلو بهني هاي أما معلمين قرآنك أمراكزت كلاينا يوجد ديدان إلا هلا حفاظ لصوص صاره كبعدنا مقالة أن أتشوغنو أن مقالوي كلاسة مرايكم كأيو إنت صوب بحضة أو مركي بسنة كيو ما قان بقولي لاغتن بقولي عدد آد وفر بضان صوص صاره إنك سونا قدد بدنيهين خاصة الصوماريضة هان كولا ترترنو حايا لخير كوا الله ترتما فليل تنافس المتنافسون وحن لاي هاي حفاظ كل قرآن كوح بدن بالله هذلي فضل جيسا نبي صلى الله عليه وسلم سوء تلمامي وحاتهين كو وخير كبدن خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحا إذو كفي عن إذو كو خير بدن قفكي قرآن كبرته تذكر برا وحن كسو قبقبين هي قرآن ك هذان لهي دمان أمراكز أم معلمين أم والدين أم أرضي أن سكاشنو سيدي أنكر وقاضي لهين أنكر وقاضي لهين أرضي وصصار لهين قال في وحلو بري لها سيدي وحلو حفدسين لها وحيلها صدام والغ مارمان مركا وكل راضي حفلتنا كل والي قدر ميدونا وجزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير شيخ عبد الخالق إمام مسجد دار الحجرة. Next we're going to have a small talk from our Sheikh and المقري شيخ عبد الله إن شاء الله. تفضل مشكورا. إن شاء الله كما ديران أيو وحا نهض لرب سبحانه وتعالى إن إله سبحانه وتعالى نوافد شيء إن أنكسو قيب قال له حفاة
xafladdan quruxda badan ee kor loogu qaadayo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa. Marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdiday, sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa waalidkii kusoo dadaalay ee kasoo shaqeeyey in ay ardaydani kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdiyaan. وحن صدق كله أمه دعلنا يا شيخ عبد غني جزاه الله خيرا جهد بدن بكبحيي تدال بدن بكبحيي حقيقة نقف كستو دمير له وإن أو قرب تاجنا ذا وأنا قرب تاجنا شيخة إله سبحانه وتعالى هكذا المريم هذا الكود يران معي دور قضب يا خبا مناسبة إنه وقف إيديس قضبك كواد وحويا وحد حسوسنتهن حديث في رسولك صلى الله عليه وسلم أما أنا ذي حسوسنيا ورسولك كلها قرآن كقاطة أفر صحابتي سكمدا رسولك صلى الله عليه وسلم أفر صحابتي سكمدا إن قرآن كلقاقاته أيوت المامي أفر الصحابي وحكم ذها عبد الله بن مسعود وحكم ذها معاذ بن جبل وحا اسويدين مضن محور رسولك صلى الله عليه وسلم وحويا وتارجت كأغدكتي أما أفرت أغفيقي إن أفرتا صحابي قرآن كلقا قاتو يدو صحابة دي كلا أجل ذا أحيد ووينا أي شوغان إخواني وأخواتي في العقيدة قرآن كما أها شيء قف كستبا وإسكا أوران كارو أما شيء قف كستبا وإسكا أخري كارو أما شيء لقد قيسن كارو وحيابها وحل لقد قيستو إلهي سبحانه وتعالى جبريل بوصودري إن القرآن كسوق هذا النبي أو كانوا نبي صلى الله عليه وسلم وحويا سحابة يتيبوا بريي يسوقوا مركاسي ترتيبه وبريي وحنوك سنته الوقت جاء بضن الرسول صلى الله عليه وسلم أنولا وح وكش قيني كتاب ك عن مرك ما أنت هيسن هرتين يلا مرك شيء جاء أنت عظمني سلاك تهي إن عن كوكافتونو إن محان كره ذا أم بوسنو أما أن سدي حتى لو قضاها مرك لبرنا يو وحدو بعنتها معلم مرك الرسول صلى الله عليه وسلم وح أفر تاز وقوكوبي لأنه وحي أحيان ماهرين بالقرآن قرآنك أي آدي آد وفي عناية هذين نقطة أحكامتي هذين نقطة إتقانكي هذين نقطة أداقي ويكف في عناية صحابة ذكالي تسالنا ويو أحيد ورسولك صلى الله عليه وسلم هدو دينتو وحي تسالة نقونا يسي صحابة إني مركز رسول أي أفرتا صحابي أي قرآنك كقاتان قدرك أي حقا وحلا يا مركز جزاه الله خيرا الشيخ عبد الغني خير الله سيو شانس بضن بعض هيستان شانس بضن بعض هيستان وحوي يعني سلو الشيخ شيخ عبد الغالق جامع الإسلامية الآذية مصر بان قرآن الدوران يا بالخرطة انت هلك تعالى دمي مساجد دول وعمريهين معلمين تي ويشوغان وحوي يعني هذا هو حلقة يا با إلو صفريو maxaan ku rahday oo tigida loo goosto magaalo kale markale waxa weeye waan u hambalyeynayaa dhamaan ardayda qarin jabisay sidoo kale waan mahadcelinayaa sheekh Cabdi Qani wax kale garabkayga fadhiya sheekh Abuukar sheekhani Allah yahfadhu wa yaraa isagana sidoo kale jazaahu Allah khayran wa salaamu Allah alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Up next inshallah we have our hafiz Abdullahi Shida. Recite some Quran for us, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاوي إخواني أرديد اللحظة ما أنت إجازوني بقابان حيان مركة نسك إجازة أخرنا هي سي أي بودغيستان أرديني والدي جميع الحاضرين أي مارتي مقاتي ونغضان إن شاء الله بإذن الله تعالى. وحاويان إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أورث كتابه من اصطفاه من عباده، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله خير نبي اصطفاه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، الصادق المصدوق القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أفضل الطاعات وأعظم القربات تعلم القرآن الكريم وتلاوته على أهل الدراية والرواية بالإسناد المتصل. ورحم الله ابن المبارك حين قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لذلك يقول أفقر الورى لرحمة مولاه خادم القرآن وأهله عبد الغني ابن فارح ابن مرسل القاسمي: فقد وفق الله الكريم ولدنا البار السعيد عبد الله أحمد شيري، ساسوكلا محمد عبد الله حسن، ساسوكلا أسامة عبد الرزاق محمود، ساسوكلا ماركتي منى إبراهيم سليمان، ساسوكلا فاطمة عمر عيسى، ساسوكلا نائلة عبد الرزاق محمود. لترتيل كتابه فقرأ علي القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره مشافهة من حفظه برواية حفص بن سليمان عن عاصم بن نجود الكوفي من طريق الشاطبية، وأخبرته بأني قرأت ختمة كاملة بالقراءات السبع عن فضيلة الشيخ محمد يونس عبد الغني الغلبان، وهو على الشيخ الفاضلي بن علي أبو ليلى الدسوقي، وهو على الشيخ عبد الله بن عبد العظيم الدسوقي، وهو على الشيخ علي الحدادي الأزهري المالكي، وهو على الشيخ إبراهيم بن البدوي العبيدي. وكذلك قرأت برواية حفص من طريق الشاطبية على الشيخ محمد مصطفى أحمد أبو محمود، وهو على الشيخ أحمد خالد شكري شاب السوق، وهو على فضيلة الشيخ عبد الفتاح سيد عجم المرصفي، وهو على شيخ مخلي زماني أحمد عبد العزيز الزيات، وهو على الشيخ عبد الفتاح ابن هنيدي أبو المجد، وهو على شيخ الإقراء بمصر محمد أحمد المتولي، وهو على شيخ أحمد الدرية أمين المالكي، وهو على شيخ أحمد بن محمد سلمونة، وهو على شيخ إبراهيم بن بدوي العبيدي بن أحمد الحسن المقري المالكي المذكور سابقا،
وهو على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن بن عمر اللاجهوري الفقيه المالك المقري، وهو على الشيخ الشهاب بن السماح أحمد المراجع بن محمد البقري الشافعي، وهو على الشيخ محمد المقاسم ابن إسماعيل البقري، وهو على الشيخ عبد الرحمن بن شحاد اليمني، وهو على الشيخ علي بن غانم المقدسي، وهو على الشيخين عبد الحق بن محمد بن عبد الحق السنباطي، وهو ومحمد بن إبراهيم السمديسي. وقد قرأ السنباطي والسمديسي كلاهما على الشيخ الشهاب أحمد بن أسد الميوطي الذي قرأ على الإمام الحافظ حجة القراء شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الشافعي الجزري الشافعي مؤلف الدرة والطيبة، وهو على أبي محمد عبد الرحمن ابن أحمد ابن البغدادي الواسطي ثم المصري، وهو على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعروف بالصائغ، وهو على علي بن شجاع الكمال الضرير الكمال الضرير صهر الإمام الشاطبي، وهو على الإمام أبي القاسم القاسم بن فيرغه بن خرف بن أحمد الشاطبي الرعيني الضرير مؤلف المنظومة الشاطبية في القراءات السبع، وهو على أبي الحسن علي بن محمد بن عدين البلانسي، وهو على أبي داود سليمان بن نجاح الأموي، وهو على الإمام الحافظ أبي عمر عثمان بن سعيد الداني مؤلف كتاب التيسير في القراءات السبع. وقال أبو عمرو قرأت بها على الشيخ أبي الحسن، وقال لي قرأت بها على الهاشمي، وقال لي قرأت على أبي العباس أحمد بن سهل الأشناني، وقال لي قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقال لي قرأت على حفص ابن سليمان، وقال لي قرأت على أبي بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي، وهو أخذ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وأبي مريم زر بن حبيش، وأخذ أبو عبد الرحمن عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ زر عن عثمان بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل شأنه. وكان ختمه في مدينة تورونتو بدار القرآن في مسجد الحكمة يوم الجمعة بتاريخ 29 من شعبان عام 35 و400 للهجرة. هذا وأوصي ابننا المجاز بتقوى الله في السر والعلانية، وأن لا ينساني من صالح دعواتي في صلواته وخلواتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرر في 7 صفر عام 36 و400. نسك سحويان وإجازتي حفص من طريق الشاطبية، حدنا وحانسينا هي إجازتك وحفص من طريق الشاطبي عاصم من طريق الطيبة من طريق المصباح الشهرزوري. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد جاءني الطالب المجتهد المبارك السعيد بإذن الله عبد الله أحمد شرع ساسوك العردير انت كلانا واسداسوك لوي، وقد قرأ علي القرآن من أوله إلى آخره غيبا عن ظهر قلب ترتيلا وتجويدا برواية حفص بن عاصم بمضمة لنظم الطيبة للإمام ابن الجزري من طريق المصباح، ولما أتمها بعون الله وتوفيقه وطلب مني الإجازة أجزته بذلك لكونه أهلا لها بأن يقرأ ويقرأ بها متى شاء وأين شاء، إجازة بشرطها المعتبر عند أهل الأثر. وأخبرته بأني تلقيت رواية حفص من الطريق المذكور عن الشيخ المقري فيها فكر حيدر، وهو على شيخ مقري زماني أحمد الشيخ عبد العزيز الزيات شيخ مقرئ زمانه أحمد الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، وهو على الشيخ عبد الفتاح ابن هنيدي أبو المجد، وهو على شيخ الإقراء محمد أحمد المتولي، وهو على الشيخ أحمد الدري التهامي المالكي، وهو على شيخ أحمد بن محمد السلمونة، وهو على شيخ إبراهيم بن بدو العبيدي بن أحمد الحسني المقرئ المالكي الأزري، وهو على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن بن عمر الأجهوري الفقيه المالكي المقرئ، وهو على الشيخ الشهاب أبي السماح أحمد بن رجب بن محمد البقري الشافعي، وهو على الشيخ مقرئ زمانه
محمد بن قاسم بن إسماعيل البقري، وهو على الشيخ عبد الرحمن بن شحاد اليمني، وهو على الشيخ علي بن غانم المقدسي، وهو على الشيخين عبد الحق بن محمد بن عبد الحق السنباطي ومحمد بن إبراهيم السمديسي، وقد قرأ السنباطي والسمديسي كلاهما على شيخ الشهاب أحمد بن أسد الأميوطي، وهو على الإمام الحافظ حجة القراء شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري الشاطبي الشافعي مؤلف درة وطيبة، وقرأ ابن الجزري من طريق المصباح على أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد البغدادي وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ، وهما على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري المعروف بالصائغ، وهو على الإمام أبي الحسن علي بن شجاع، وهو على أبي الفضل محمد بن يوسف بن علي الغزنوي، وهو على أبي الكرم المبارك بن حسن الشهرزوري البغدادي صاحب المصباح، وقرأ الشهرزوري من طريق عمرو على أبي الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف، وهو على الحمامي، وقرأ الحمامي على الولي، وهو على الفيل، وهو على عمر، وهو على حفص، وهو على الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود الأسد الكوفي، أخذ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وأبي مريم زر بن حبيش، وأخذ أبو عبد الرحمن عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم خمستهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ زر عن عثمان بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل شأنه، وكان ختمه في مدينة تورونتو بدار القرآن في مسجد الحكمة يوم الجمعة بتاريخ 29 شعبان عام 35 و400 للهجرة. هذا وأوصي ابننا المجاز بتقوى الله في السر والعلانية، وأن لا ينساني من صالح دعواتي في صلواتي وخلواتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبالله توفيق. So as the Sheikh said, we're going to give out the ijazas right now. And for anybody that doesn't know what an ijaza is, it's a chain. For example, if I finished Quran and my Sheikh, I got it from my Sheikh, and he read it to another Sheikh, and he read it to another Sheikh, until they got to the Sahaba. And the Sahaba got the Quran from the Prophet, and the Prophet got it from Jibreel, and Jibreel got it from Allah. So it's a connection to Allah. That's what this is. We're going to give out the ijazas right now, starting with Abdullah Ahmed Shire. أسامة عبد الرزاق محمود. محمد ديح عبد الله حسن. For the girls, inshallah, they're not going to come out. Their fathers are going to come pick it up for them. So, قبدها مصبح حيان أبوه ذا أو سوق هذا جاهز إنشاءالله. أذير إبراهيم سليمان. Okay.
Adher Abdulrazak Mahmoud. Picking up for the Ijaza for Naila. Adher Omar Isa picking up the ijaza for Fatima. هذا وحلا قيبينا إن شاء الله هديونك. So حكوا بلاوي أنا عبد الله أحمد شرع. أسامة عبد الرزاق محمود. محمد دايح عبد الله. أذر عبد الرزاق محمود وقبل دي سنة إلى هدية وسوق هذا. أذر عمر عيسى أوس وقاذا يهديذا قوليس فاطمة. أذر إبراهيم سليمان وهديذا أوس وقاذا قوليس منا. We have one more person that's going to talk, Abdullahi Ahmed Shirat. He's the oldest of them three, so he's going to talk for them, inshallah. He's going to talk about his experiences and the time he spent learning the Quran and his first times in the Duksi and where he is now. So everybody listen, all his friends, all his people that came for him, people that want to finish Quran like him, everybody listen, inshallah. It's going to be interesting. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله، I won't make this topic or this little talk very long. إن شاء الله، I know most of you guys are a bit hungry, so إن شاء الله I'll make this very quick and easy. الحمد لله. What I would like to talk about today is basically a couple of pointers, inshallah, that most of us can benefit about. These pointers are about ways of seeking knowledge, ways of, or characteristics that you should have to like that you should adapt in order to learn the Quran or learn the Deen or the Talib al-Ilm. The first step or the first pointer that I would like to remind you guys about is
having the initiative, taking the initiative in learning the Quran, making sure that this comes from you, not from your parents nagging you, not from ma'alim wanting you to learn the Quran, not your friends, not your peers, but rather it should come from you as a person, as an individual. You should wake up in the morning and say, today I'm going to start learning the Quran, today I'm going to start learning this hadith, today I'm going to do this, today I'm going to do that. Talab al-ilm comes from you, it can't come from somebody else. You have to be wanting it. And also, the intention has to be pure. You can't do this for your parents forcing you, you can't do this for ma'alim either. You have to do it for yourself, for your benefit, and to benefit your parents, yawm al-qiyam, inshaAllah. The second pointer that I would like to remind you guys about is basically being dedicated. You have to be dedicated when you learn in the Quran. As most of you guys know, like the Duxi people that are here today, when you come to the masjid, you plan on doing something. You plan on, let's say, inshallah, I'm kabah 2 pages today. Inshallah, I'm kabah Hasu Sahih Rasul Yusuf, inshallah. And then when Ma'ala comes in, let's say today he's busy and he tells you, ma tuwahir mushkul bahir. You have to think positively. You don't want to think negatively at that point. You have to say, alhamdulillah, today I came to the masjid, I prayed my salah. I should look at this as a way for me maybe to learn another page, maybe to learn another surah, or maybe to do muraja'ah, or learn the next week's subhas. Don't say, oh, I wasted my time today, I should have stayed home, I could have done my homework, I could have did this, why did I come to masjid today, I should have known this. Don't think about it like that. You have to think positively and you have to be dedicated and sincere in learning the Quran. The third and final step in the last pointer that I would like to remind you guys about, inshallah, is having patience. I know when I started this duksi, it was a Ramadan. And the first day of Ramadan when I came in, I was planning to just pray my salah and go home. But what happened was, one of the younger guys my age, he was leading Salah that day. I remember he was leading Taraweeh. I'm not going to say his name. After he finished Salah, I was very surprised, mashallah. His hifz, his tajweed, I was like, how? He's my age and he's already leading Taraweeh. How is this possible? I wanted what he had. I wanted to learn the Quran. I wanted to be as good as he was. He was first my role model. So then, the end of Ramadan, I wanted to come to the masjid. I went to the Sheikh, please let me come to the masjid. Let me learn the Quran. Let me perfect my tajweed. Let me learn from you. Alhamdulillah, if I wasn't patient, if I gave up on the first day, if I didn't come on the second Taraweeh, if anything happened, I wouldn't be here today. I wouldn't have finished the Quran and I wouldn't have gotten what I got, alhamdulillah. So that's about everything that I would have said. Jazakumullah khairan for your patience. Jazakumullah khairan for everything. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani awa farhada albi uwa intahay. Marka inshaAllah ta'ala madame hafidda waqtiyada jidda balasoo gari. Waha hada qaybina hadiyatka imaatay. واردك مامويك كوا جهن أرضك ففاد كتابك الله سبحانه وتعالى لكرميني مركم وكاش العقد مركا إن شاء الله تعالى أرضينا جهد جبريي أو إلهي كتابك كصبري أو مصابرة السمية أي إن شاء الله تعالى مركا قبلها واردك أوقاضي ويلشنا نصيم دونا إن شاء الله تعالى مركا وحن وعيا إبراهيم سليمان سوق هذا جبديسا منا إبراهيم سليمان منا إبراهيم سليمان هدية إن شاء الله تعالى وبشرد كوجرته أيام قدوم سينا قبلها نسرع علينا إن شاء الله تعالى هذا نوحا وعيا
عبد الرزاق بان وعي ان شاء الله محمود سو وقاضو نايلة عبد الرزاق محمود هديدة بي ان شاء الله تعالى بارك عبد الرزاق فضل بان ليهي وحال سوق قاري فاضوم عيسى وحن وعي الأخ عيسى إن شاء الله تعالى قبل عيسى لو كرامين يو عمر عيسى وذا كان الله سنم كان أنت بظن عمر عيسى أي أحد وعينا إن شاء الله تعالى ولشا أيان كراميننا أيغنا والد فيه جزاهم الله خيرا ما بوينك وقت بضلنا مهر إن الله غشك بخيراتك أي كهيان ميل والباء قارهان دار الحكمة ومسجد الحكمة دار القرآن وحوعينا أسامة عبد الرزاق أسامة عبد الرزاق فليتفضل مشكور عبد الله أحمد الشراء يا وعينا إن شاء الله تعالى عبد الله أحمد الشراء وأخيرا وليس آخرا وحوعينا محمد عبد الله حسن المعروف بضيح كأنه القمر يعني ما شاء الله تفضل أرضي الله إن شاء الله تعالى الله وبركاته رمتي وحي أستاهلان إنت هذا لقبتي إن كبضا أي أستاهلان جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله برنامج هو بدن كي سواء نور ماضي الحمد لله إلهي خير هاي بسيو ولا لها رقي دمر كويو يرشى يقبرها بأنت جوكتا إلهي خير هاي بسيو الحمد لله برنامج سفي عن ونور ماضي وحن آدي 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 ومهد علها يا إلهي سبحانه وتعالى إلهي بأن ما هدعلنا هيا مركة اللبات ثم كذب وحانو ما هدعلنا هيا تدكي ولا لها أها البرنامج كان صو أبابو لي صو قبان قابيي دور كوناك سنكاقاتي ماركتي هدين نغضان رقي أو إستاقي إلا إيو شلي كشقينا هيا ولا لكي شعبد الرحمن المؤدبين إلهي خير هالسيو ميزانك حسنات كونسارو دادال بضني جهد بضمه اللي الماضي ولا لعمر جعفر ساسو كلا او شلو امانتو انتاجنا الهي خير هسيا كابال مريو يدما ولا له كلا هو شلو استاغي ساسو كلا قبله ولا لها اها يا حلي كدفري مسجدك سي هوشان اي ودمايستران ولا له ام عبد الله كيسا هي قبله لا شقينا هي ساسو كلا قبله كقيب قاتي هوشان باول كير اسو دبرت كير الهي خير هسيا الله كابال مريو وحان ادي ادو مهدنا هيا أنا يرى الحفاظ هاي ما أنت برنامج كما بوليسي الشيخ شعيب الشيخ علمي الشيخ عبد الله تعالى هي معركتي رجل لم يتكاها هو شو ذي وادو جدا برنامج كما أنت وحمامولة هاي كنت يجي هاي أنا وحاس لها بأن ده هو ده يعني مرك رجع هو شو مامولي توب جيدا دورتي موضوع السمي معركتي برنامج كوقتي وكبحي ويجوي يجر معركتي خير الله سيو ساسو كل أرضي القرآن كحبيبي معرفتي كوكب هذا في مهبلا وهر محمد عبد الله حسن يو عبد الله أحمد شير يو سام عبد الرزاق محمود يا قبله منى إبراهيم سليمان يا فاطمة عمر عيسى يا نائلة عبد الرزاق محمود يا أنا معرفتي خير من الله سيو قرآن كوي معرفتي كفى يستوقع عمل فلا وحبيبي ولازمة دراسة ليسا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم راعي الله كدوه إلهينا سبحانه وتعالى وحي ونوافجي وخير الله أقبل الله بركاته وحي لحني خطأ يا معرفتي زلل أنا إلهي هي نسكك العفيو سيا كريم سبحانه وتعالى ساسوك لو حنوها العلنها يا معرفتي فضيلة الشيخ شيخ بكر محمد ويساقني النويمي مدير كمسجد خالد وليد يا ولال معرفتي الشيخ فضيلة الشيخ المقري شيخ عبد الله ورنتي مسجد كمانتا يعني وكو قرح سيها يسوى كلا رجع قراء مشايخ
نيمان تلوي مادان يقصوا قيب قاتان ساسو كلا الأخ الشيخ عبد الصمد الشيخ عبد الصمد يو معرفتي شاو بكر يانا خير الله سيو معرفتي ساسو كلا معرفتي الشيخ عبد الخالق إمام مسجد دار الهجرة كلمة قيام بدأ نوجيري حقاي بحيطا أذك إسوغو له ودنتي سيكسو تغيسي ومعرفتي برنامج كان لقال قيب قاتو سيانا خير الله سيزاو الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.